السلام عليكم. صباح الخير. شصبحت وكيف شيخ؟ خير بالله عليكم. يلسع على هن كيكيد، هاي يلسعتي على هن كيكيد. صباح الله خير. وي 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 وي، شصبحت وكيف حالكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. شو ليفون؟ شو يبوكم؟ لا حول ولا قوة. ما تبغى، ما يحتاج، ما يحتاج. طالع بيقول مرزوق بعيد خيار. فأصبحتوا شو بلقيكم الدنيا ببحر طايح، ما بطايح اليوم، في شوية مخطر متريري البحر اليوم، متريري يعني انه طايح. وين بيسرحبنا ابو محمد اليوم؟ ناخذ عنا العلم عند الله. يا غير ابوي ما حدش البحر، ما اشوف انا حدش البحر. قراريد وبوانيش كلها ابوي على السيخ، لان الحين دش ما حدش. نحن اول عرب بلد خلينا الحين كلهم ابوي، تعرف كلها من طبنا. انا روحي توني واعي، تدرون 6:30، 6:30 واعي. ها محمد، عليك السلام. ها شو متى بحر؟ صرت واحترت وانه يعني مغبي السر. هاي حياتك انت، هل بالبحر؟ ما هذا منهم يخبر بيع وين بيصير، ما يطرون ولا يخبرون، هذا سر عندهم عيب يعني، حسب ما حد ييها. منو؟ انا قبل ما تريق مستحيل ادش بحر ولا اسير شرق ولا غرب. اهم وجبه عندي في حياتي كلها الريوق، بلي ريوق ابوي ما حرك ساكن. وحين ابوي هاي حليل هم ها يساوق من صباح الله خير لين الحين، متعبلات مني ولا هلال، تريق ولا ما تريق، كل واحد عنده الريوق ما بشيء اساسي. هو في البانوس ولا في الطراد، يا الطمله اللي قدامه ما له عنده ريوق. غير انا الريوق عندي شيء اساسي، قبل ما تريق مستحيل ابذل اي مجهود او اتحرك شبر من المكان اللي انا فيه. فلذاك موعين بشكارات تمر الصبح معتجلين. ترى البحريه متناحسين، هذا منهم ناحس البيئه، هذا منهم ناحس البيئه، نحاسه بين المدرسيه والبنغاليه، بين المدرسه والبنغال. لا هاي دانون هذي لاك ولا هذي دان، يعني هذا تام روحه. تعال وين؟ تعال يلس. شو الشغل؟ يلس عاد، يلس برا مسك. يلس شو عندك شغل؟ ادي يا اكل كلام هي علي مزرعه بي ماي ركب حق عمان. عمان ما في خلاص شغل؟ لا ايه، ممكن يلين خلاص. ها فوق سقف فوق ايه، في تاكل ما في خلاص، تاكل ممكن بعمقاول غير داخل. ليش بدل مرزوق هذا فوق السقف؟ قبل في هوا يجي المطر كسر كلس. ايه انا ركب سوي سوي هذا سبق سمنت ركب ما في بيضة. ايه انزين مرزوق راقد. أبس ما صد ما صد ما شيء سمعت؟ ما يصير سوي بس ما شيء يصير. سبعة ثمانية عشرة كيلو ممكن، ما بزيادة. سبحان الله. بير في ما في. ها؟ ما في فوق سمعت. إيه. ممكن بح... ماي ما في زين. إيه الماي عباطة. ماي ما في زين. إيه إيه. الله كريم. زين. كيف حالك أنت؟ تمام. رقم واحد ولا رقم اثنين؟ تمام تمام. ها؟ تمام تمام واحد. تمام رقم واحد ولا رقم؟ تمام. شكرا متو. ثانك يو ثانك يو متو ثانك يو. هذا متو بعد هيوا هيوا حليلك يا متو. كلهم سنين ابوي عندهم. شو سويت ريوق اليوم؟ شو ريوق؟ محلة زين. يلا با ها؟ ان شاء الله يا ابو محمد. ريوقك ابوي هذا ما بريوق سمامي. ما قعدت على الطاوله يا ريال. لا ما نبط بعد طاوله. لا ما نبط طاوله. يا سلام سدك ريبك الا المحله.
يا سلام سلام. اوه هذا عاد محل البيسات عاد بالنعت، فول وبيض وما ادري شو فاصوليا، هذا عاد وراك بحر مرياحي عاد. ثانك يو. حق العيان يمرسون لابويه السح الحولي، كل ما كان السح حولي يكون ابوي القرص حمر اكثر، يرد شرات البني ويغري طعمه الد، وفي ريحه ريحته لها نوخه نوخة خنينه ما ضروري يكون حولي. هالي الزقرتونه والله ما ناكل السح الحولي، لا ياكلون ابويه في المريس، مريس اللي المحله يشيخ ويغري ما شي شراته. يلا بتريق على بيت اللجر الريو. اقول لكم الاول عندي هذا اللي لصوب بالويه كريم واق الشمس، يا ابني من وين جايني؟ والله ما يندرى من وين، 100% قوته. والحين يوم طالعته لان حاطين لي البيت هذا ابو 20%، هيك الحمد لله ما شيء زود حر، اظني 20% بس علي. غير ويه غدات غير تحراها ميصه غادي نوره، حد دار نوره في الوي غادي. واري عاد ناخذ هو يتجدمني ويلا خالد ويلا اليوم عاد انا تجدمت. يلا بنرمس خلاص عاد في البحر. يلا اي ما زينك يا البحر. ها محمد ها شو شو اليوم شرات البارحه؟ شروب النخل هي البحر طايح طايح طايح. لا سياحة في شوية بينا الرضاخ البارحي، غير ابدا عبارة كارديو، عبارة كأنك جاري كأنك يعني راكض تقريبا 5-7 كيلو. اي نعم، لانه هذا الخابط روحه يسوي إذابة سحوم. وينها ما اشوفها في المخلف. يلا بنرمس خلاص. وده زين ابوي بالنظارة على ما تشوفونها، ما في الحاضر مدح. شو يا ابوكم؟ رجل وطوار. حد يعلق على عمره؟ ها ناخذه. يلا غايته. على الله الله كريم دعت الله يا فريد. وش دراني قابضة تحيك ابوي الفايز من كم من سنة لك ابو محمد؟ هذا هو ابو الصيد، هذا هو البانوش المبروك ولا طراني اللي دا اكبر ماي اكبر اكبر ماي يبيك تبونه مسكين يريد يجي انا اقول ايه مع الله يا الفريج عاده فدعت الله يا الفريج فدعت الله. يلا عاد ابتدى حين الكارديو كأنك راكض 5 كيلو قلت لكم. موي والله موي 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 لا موي اي شيء يعني ها على ما تقول عندنا مو تتراير اي خانك خيبه. قرب الله هذا وين تنبب ويانا وصل الشويهات يا ابو محمد؟ امس في الفجير واليوم ابوي متنبش هو ليه صايد القباب. ها ها هادو ها اي ابو القباب راعي القباب ما خليت قباب في الفجيرة. قرب الله تنبش شويهات قايل بصبح عندك. قرب الله تساحل هذا يا مضرب بوديل. هذا هو هذا هو بوديل. هلال هلال تحت الطراد مره تحت الطراد.
عليهن ما شاء الله. ذاك البر ذاكات حليل كني اقوم الدقس تقيسان حبر هذا يربي غايض بالبار هذا كان حويض وحردول في عاده اليوم هذا الفريج من اوله لين اخره مكمل يوم بيه يا غير ابوي اللم عاده ولا الاخت العوده اللي عندها عيال ولا ريل مبزنها ما يخليها تسبح على السيف هناك لا يجيبها المكان البارد فريش مره حاله حد في نص غبه
اي بعد هني تتغبب، كانها حرمه ولا اخت ولا عمه ولا خاله، هذا عاد الولد البار هذا عاد من نوع برهل بالبحر، يبرون بامهاتهم وخواتهم وخالاتهم، يجيبونها ابوي من الغبيب من على السيف، يخلونه يتغببن هني في هالربله. شوف ما زين الحد هذا بياضه ونظيف المكان ما شيء شراته، عاد منو عاد يدور الولد البار اللي بيشل امه من الفريج ويبقى جاي في هالرجعه الفنانه. لو تدره في عيونك ترى بهذا ما انسته، شو منظفه بالله عليكم. يلا في مال الله. الله يا مرزوق يا ما توجه الخدمه هذيك، قيض واشتغل قيض واشتغل الخدمه. ما شاء الله ما يوني. هاي رحلتش عليك السلام. كيف حالك؟ بنقلة انت؟ بنقلة؟ ايوه. السلام عليك ابو عبد الله. جود مورنينج. شتي في زيره. السلام سلم. يا هذا شوف الله عليك. هذا الشمام الزعفراني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اسمها يلس. يلس روحها ترد الروح هذه يا ابو عبد الله. طيب لكم ساعة عفدت البياحة غير ما الله كتب، يعني 10-20 بياحة عفدت، يا غير ما نشب ولا وحدة. تعال سلام عليك. ما شوي 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 متوه. السلام عليكم. يا سلام كلش نفرات يقول يريد سمسم متوه. واحد نفر ما في سمسم متوه؟ لا ما في. واحد نفر داخل بلاد ما في؟ واحد ما في. بالله تتمهيب. اقولكم ما الله كتب الصيد اليوم؟ يبنى شيء بسيط هباب يعني. يلا يلا يسدوا دام بيت واحد هارين ثلاثة أربعة شيء نصيد ما شاء الله. غير ما شيء ما الله كاتب. الشيء اللي ما الله يكتب يوم الله ما يكتب فيه نصيب ما الله يكتب فيه نصيب. يوم الله كاتب الصيد لان ابويه هو السمك ابوي ما تبى خواهر، تبى خواهر السمكه والصيد يبى ابويه وقت كل شيء ترى ولا شيء ما يكتب الخباط من ساعه. يا غير بعد هو والطير ابوي يوم شيء هو والبحر مزبد ما يقرب البحر. وعلامة ابوي الخباط وعلامة ابوي السمكة الطير، من تشوف الطير عرفت السمكة وين تفور الجشة. الجشة اقولكم من اسبوعين ثلاثة وهي سمين عاد الحين ابتدت تنساق البياحة، هذا الحين موسمها. عصفري يا سلام يا سلام. هذا عاد وقت من يطيح يبلغ الشخاخ، حد يسميه خاخ وحد يسميه مركبي وحد يسميه ترني. هل الحسا والدمام يسمونه ترني، وهل عين يسمونه شخاخ، وهل ابو ظبي يسمونه يخاخ، وحد يعني شو بقول لكم كل حد باسمه. ومن يبتدي يبلغ يصفر اليخاخ شخاخ. يلا زين وقت يبلغ الشخاخ الحين في الصفري وتتكود البياحه تتكود وتسمن بعد في الصفري. يلا عاد بس عليكم. يلا حلاقة وسبوح حق الصلاة. يلا غايته. يا مسخره. طلع هذا الرجال صدق يغني يونه اللي في المطوع. انزين طلع يغني. شو المشكلة؟ ومعاهد الفقه والدين اللي في الكون كله ما يغنون اللي بتخرجين. أكثرية المطارب اللي في الكون كلهم أبو يقراء تجويد وحافظين القرآن عن ظهر قلب. وبدأوا يغنون. شو المشكلة يعني؟ يا رب العالمين هو اللي بيحاسبهم. أنا اللي أطري تشهير ينحط ضرس لأجل شو حين هالوقت؟ حين الوقت أبوي ما بوقت تعليقات، ما بوقت إظهار نشر الغسيل على ما قالوا المصريين. الحين أبوي ليه عنده رمس يودها حق عمره، عنده رمس فيها خير يظهرها، واللي ما عنده رمس فيها خير يخليها أبوي حق عمره. لأن أبوي حين الدنيا بركان والناس تصيد في الملعكر ويدورون أدنى تدور على أي دولة، خاصة اللي تابعها شافت لنا نحن اللي شافه لنا الناس
لجل انه يغني عجيب. بس هذا غنى نفر واحد ولا زهر ابوي دينهم اوسطيين مش متشددين ولا متعنتين ولا بالنحين، قالوا بس عاده يكي يكي ولا دتو يعني دتو، ما شيء بين البيت. عجيب يا ابوي الدين، ابوي تسامح واخذ وعطاء ورب العالمين ابوي لي حاسب. كان انسان ابوي غنى ولا انسان رقص ولا تشمت ولا حط لمنيورو وري فجرته على هوا، يعني شو تبونهم انتوا العرب؟ والله غنى هذا من الازهر وغنى انزين، واللي من غير ما يغنون كلها العرب ابوي تغني وتتشمت ويسوون الدنيا وامهاته ما يخلون شيء، ما يسوون الا ما خلى شيء، ما غلبهم شيء. فنقدوا على الفقير هذا يوم قال فكروني ما ادري لسه فاكر. يلا برايكم ابتدت الخطبه، ابتدت الخطبه. اي سير اسكر ارباب، قول لي يلا بنزين، وين ارباب؟ اي يلا خليه يلا بابا سير صلي. متى انت 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 اي عقب ما يخلصون الصلاة بتي؟ يوم خلاص صلاة بعدين بتي؟ سويتوا له بعكم؟ يلا نقدر اشوف هذا الحين شو حاط اليوم؟ جيش وبدر؟ جيش وبدر سولي صافي السولي حقين ها؟ سولي العود المساعي؟ هذا حقي انا اثنين زين اثنين التنلي وجش وحده وصافي اوكي راك زين مطروس زين الحمد لله. اقول لك خل عيش شوي يلين لبتي زين، خلي شوي غادي يلين زين زين. يلا بارك عندك اصبر محمد شيل السمك على طولاني على خلي زين لبي. انا بيا عشان يسوي صوره زين اوكي زين بارك الله فيك. خل داخل يا غير ابوي ما رمت الريحه ابوي بتوصل فيه وانا سايل المسيد. شو قاعد مسوي لها حجره خاصه هاي المشوايد بس حق المشوايد. شو الثلاجات على ما تشوفون اللي يجيبوا ثلاجات ابوي لا مسكرات ولا شياتها، واللي يجيبوا ريوس ودق هرن عطوه دا من الفريج هذا بكبره بزمه وعراه من اولي لين اخره اللي يجيبوا عطوه دا. يا هلال يا ربي ابتدوا الخطبة الثانية ولا الخطبة الأولية؟ كل هالعرب ابوي تتجمع في المسجد هذا، هذا مسجد حياة سالم بانينه عياله، بانينه عياله له على حياته. كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يسلمك ويحفظك. اقول لكم مبنى بانينه على حياته، على حياته. ما شاء الله كل الفرجان من اول الكتش لين الشويهات كل هالعرب تصل في المسيد هذا. ما هذا المسيد لو اشوف دفعوا وحدهاية البنية وعقب زادوا هذا وعقب زادوا يعني ما شاء الله. واليوم ممزور ولا فيه ولا يوجد سيد فاضي، وكلهم 90% محارب وقبيسات، لان الفريج هذا اغلبية قبيسات ومحارب ومريخات. والله شيء بني منصر وشيء مزاري، يعني كلهم 90% يعني أهلية، المنطقة هاي كلها أهلية. هذا نسيب هذا، هذا بعم هذا، هذا من خال هذا، شيء قمزان بعد، يعني من كل مكان. يلا الله يبارك فيهم. يعني يتي لكن أغلبية يتجمعون على بيت علي بن سالم، يتجمعون على الغداء ولمويها حين عاد عند ظهرة المسيح يتوايقون اللي ما شافه بيها من زمان. يعني هذه عزلت عملي حق أصور لكم الحدث، شو رايكم انتم؟ تغطية حتى المسايد. ما شاء الله عليك كم ما يتوحوني. يا ولد الحلال يا مرحبا ابو عوشه، هذا عاد نصيب نصيب، هذا عاد الله يحفظكم نصيب نصيب المناصيب. ايه هذا يقول لك النصيب ولا تكون بنعم ما اخذت قبه ملاح. شيخ ابو راشد
خالها شيخ شيخ براكه، شيخ براكه لو امير براكه، امير براكه ما عنده مشيخه، هو عنده الاماره. بعد منو بعلو امير براكه حد غيره؟ هزق نبوت زيقتني. يهزق نبوت لاصق لاصقه. غدا يلا يلا غايته. انت غدا عندنا من حضيبه؟ سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لا والله لا سمين. يوم يقول فيه قادر من الطاقة. شوف ما شاء الله الشحن. يلا يلا. بالزاهب؟ إيه إيه. يلا هذا. متفتق متفتق ما شاء الله من السمن. ها سولية طريقة معدل ابو السولية انا ما راح اعطني هذا اللي في النص واعطني هذا صافيتين وجشتين. سولي صافيتين وجشتين. بدي حبراي من صوبكم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اوه 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 هاي مالك انتين. هي هي حطه كل انت ترى اللي بيزيد ترى بييكم ترى احنا ابوك انت بالدنيا امهاتك ترى اللي بيزيد منو بياكل كم بياكلوا تسوي نقلب بعد؟ ايه صافي لو شو؟ صافي صافي بس ملاكل. ها؟ وهاي حقته البدحه؟ انا من انا ها؟ انا انا الله اكبر عليك ابوك انت لزاق منو؟ كان حديد العين ما لما تطعم الجش. هذا قد جش الزين. وش تسميه؟ وقفل في الليل تقوم لازم. لا إله إلا الله. لا ينفق أنا تقوم ما يكلم. ليش؟ حار زيادة. حار. زين شو يعني هي؟ حار زيادة حرت عليك تاوة. حر زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو احمد يا مرحبا يا مرحبا ابو احمد. مرحبا شو غداكم ابو احمد؟ ها؟ انتوا جايبين سلطات؟ ايوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الشيب ابن احمد الشيب ابن احمد بن الشيب القبيسي والله والنعم والنعم. اوه الحين عاد ثياب عود شباب كلهم هني عندي انا. هذا الحين البيت هذا كبره ما حد فيه الا روحي انا. هلال عنده فريجه، مرزوق عنده فريجه، هذا بيت قوم امه هلال، بيت محمد بن سيف بكبره الشيبه. فمحمد بن سيف وهو سالم في ابو ظبي. وجيت عاد انا وتديرت مكانهم. ولا ها هالبيت كبره ما حد الا انا روحي. تحراني يسمونه عمد غادي. وحين يحطون غدا وانت غدا هني تيامع، كلهم مخاوين شمع. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بن حضيبه. الحين صرت تدور حرمه؟ علني والله صدق رمسك انزين وين انا فري انزين الحين تبى الحرمه تباها طويله قصيره شو تباها جديده جديده من عقب ريل تبى مطلقه ولا شو بنت انزين انت يا ابو خطا انت اللي تخطف عليك من عمر عتيه انزين ما شيء مشكله انزين ما شيء مشكله عندك بيت وعندك شيء انزين فتسمعن يا اللي تبن ريال تبن ريال ترى ريال هذا من العين ويدور حرمه او ترى زوج زين ما فيه نص اللبس زوج زين ماشي ها ما في الحاضر مدح نص اللبس هذا اكبر مشكله ما اسوي مشكله خبأ ما عاد ما نقول الحين ندلل على ريال باير ريال وسمت وعلم وخبر يا غير زوج جمال جمال زياده نيسته نيه نيه يعني حبيب خبيب في الزين يعني نص اللبس ابوي ليه ما تحليه خدوده تحليه دوده ابوي ريال مقتدر مستور خايف من الله راعي صلاه راعي دين راعي علم راعي خبر ويدور ابوي حرمه راعيه الدار يباها ستير يباها تصلي وخايف من الله ويباها تقوم به قومه هي راعيه بيت يباها اهم شيء انه راعيه بيت يباها هذا ابوي عاد سالم ابوي مع هاكلي ورا لحري طالع هذا ابوي حايزات انه المنصوريات ما اخذ ابوي منصوريه ما تخليه حتى يرفع راسه اها
يا ويلك يا ويلك يا ويلك تطالع شرق ولا غرب؟ خبر خازي خالها يدري والينك ولي تحمل تنبه راسك زين ابوي سمعتنا ليه تحيد منكر ابوي تبى راي ترى هذا راي الموجود ترى صدق السالفه ما بمزح زين شو امتيازاتك الحين خبرها شو عندك انت شو ما عندك هاي سالفه عندي انا بيني وبينك زين ما راي اسمه سالم بن حضيب زين عمره اظني اصغر عني انت سالم هي بعد كم عمرك انت الحين 47 والخيبة أنا باك ترني أكبر عنك بوايد أنا 47 48 49 50 ومن الخيبة بست سنين أنا أكبر عنك الله يعطيك الصحة يا ولد الحلال هاي روحها مصيبة يا أبوك هي والله بست سنين انزين المهم ومعاشه ترى ريال قوي وعنده تجارية عندك لا عندي تجارة ولا عندي شيء أنا مرة شو عيال لازم اللي بتاخذ لي حق التجاره لا ليش عجيب بعد لا فيك زين ولا عندك مال شو يبنك شو تسوي مشاكل نحن صريحين لا صدق والله بس بيت انزين ما عليه عندك بس بيت يعني زين سمعني يا من حضار سمعني يا من سمع ترى ابوي الريال ما عنده الا بيت وعنده معاش معاش قوي على ما تشوفونها لا تقول ترى امس صدق انا ما امزح ولا حد يسالني وين عنوانه ما ادري شو ها هذاك هو قال له يبي يخبر خبر غير ابوي يعني بن حضيب وفي العيد نفر واحد سالم بن حضيب واللي يبي يتخبر عنه يلا سعرك لبس هذا الحين حق الغداء كن تقولون دهانه ترى الرجال يقولون بخيل الحين ما يسمعني الرجال يقولون بخيل الرجال يقولون بخيل بخيل عنده بيت واكل وشرب يشرب او يا اخي يقولون بخيل العلم عاد عند الله وايدين واحد لو حين ما بصدق ما ظني بيربسون العرب كلهم العرب اللي يعرفونه قالوا انه بخيل شفت ما بشيفت بخيل والله عاد هذا هو الخبر وياكم هناك مساء خبرنا عنه وحبينه بينكم اخبركم ترى رجال يقولون عنه انه بخيل هل انه صدقوا ولا كذبوا في ذمه تبعاده في ذمه مقال أنا أبوي المبلغ ما يخصني ما على الرسول إلا البلاغ المبين يلا وترى إلا سوالف وضحك لا إنه يبقى حرمة ترى صدق وما البخل وما بخل هذا شوي سوالف وضحك قالوا لي ما بمتأكد أنا عادة يلا أبو مالله حروني أنا مرتاح الحين أساس أني أنزلكم هذا سناب والله أني بسير لين بيت قوم مرزوق الحين فيها الشمس وهالحر بخلي الجماعة شو بسوي من قلت لا حيلها كل اللي تخطركم أنتم زين والله اني بصك لين هناك انزل حالي في ديوين ثلاثة سويتنا الحين وبرد حق الغداء وبنصور الغداء وبرد بعدني بصك لين هناك تدروني امشي حافي صبصوبي يسوي لنا يقول لك انه زين يخوص الطاقة ويخوص الجو والشيء الاشياء السلبية يقولوا اذا ما يتمنى زين يلا بس عاد اجيكم اسمي اقول في مساء الصافي يتقاطر من اطرافه من السمن والجشع عاد الحين رقم واحد خاصة هاي اللي شوية أكبر عن الشبر يا الله على المشواي رقم واحد والله واحد كلت وحدة كم طولها يوم كنت نسوي اثنتين وصافيتين وسولي ترى ما أكل عيش وايد أنا ما أكل أكل القيمة الكبير وعيش وأكثر لي سلطة وسلطة واللي أكثر قولوا دام الحلق الحلا وايد اكل ترى الاول بالجلبي السنين الاولين الناس ابوي من الفقر ياكلون وايد عيش يمزون بطونهم ويتحلون بالسمك انا لا حين كله بالمجلوء يا والله اني ايرس هل يلسع على ما تشوفون عند ويه الباب حين داخل قوي الارسال وعسب اني اي سانزلكم هالفيديوهات اي لين المكان هذا يلا يعني لقنا هذا ابوي السولي وهذه الصافيه وهاي الجشه غير ابوي حد من العرب ابوي خذها عني خذها ابو عبد الله عني الجيش العود وين عندي اياها وانت زرتها قدامك لا لا بكان الله الغني بس انا بتسدني هاي شو هاي نفس خطه يا غير ابوي ضاربه هاي في العين اللي من فوق وهاي في العين اللي من تحت وان شاء الله نعم الله كلها مكودها خيرات الله وايده الحمد لله ما سمي شو رايك خالد شو رايك ترى شوف ان هذا يقول بن حضيبه هذا ندور له نحن العروس ندور له العروس وهذا
ابوي رجال رجال ابوي كريم وخلاص ما يباها تشتغل وما يباها تشتغل ما يباها تداوم بعد؟ اي ما يباها تداوم اي تعال اي اللي ممكن تحيد عمرها تداوم ترى ما يباها ولا تباها تداوم تباها تداوم ولا لا؟ تداوم عادي ما عندي سمعتن؟ اقول لكم هذا عاد الشتني الله يحفظكم الشتني عباره عن فلفل خضر يقطعون صغار صغار وبصل بعد مفرم بعد من غير الطماط ويعصرون عليه الويميه ولمن يرغب من الغباء ان حب يحط فلفل حمر فودر حطوا عليه تبش الشتنية ها سمعي العروس ها سمعين لما ها الريض من الحين ها ياكل شتني فلفل فلفل ترى ياكل يا عثرتنا حلهم بطرفة هذه غير أنا ما أحط حلا لا 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 نبوت أنا ما يعيبني أنا راعي الأشياء هذه شوف أنت ما يعيبك يلا 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 أنت كامل أنت إيش على ما تحط عيشك الطاسة هذا هم بس خلاص شويونه هذا الجول ها شوف هذا الجول ها هذا الجول شوفوا شوف الجول يوم أقولكم يوم أقولكم السولي تلوم هي ها متفضخ متفضخ طيب يا سيد ها انضوي روحه يسدك ها كل شيء تفتشت روحه ها شو العظم تقاي سليتها الظهر روحه تتبطل حيث انه ناضي ما بنه شلوطوه وحطوه المعازيب عسبتي ما يوزلهم شو المعزب وبياكل قمتين ثلاث ونش شمنه ما يصخخونه السمك ما يصخ شو الكبد ايه شو الله عليك كبد السودي كبد السودي روحه بالنعك يا سلام سيد انزين ابوي السولي ويسلم عليكم هذا الحين شوفوا هذه حد هلا شرو يسمونها ام الحلا ونحن احنا حد يسميها جشه وشو بعد ابو عبد الله لها اسم غير فرخليب هذه لا لا فرخليب العود اللي اكبر جنات اكبر انا هي هذا اول بعد الراس لما تشوفون ايوه ها وهي الشرق يسمونها هاي الغرب يسمونها ربيب هي هل الدمام هل الدمام وهالحسى والخبر وعنات ودارين والثقبة كل يسمونها بوي يسمونها ربيب طيب ما زينها شوفها الحين أنا ما شوفها يبن يبن طيب الله عليكم في دمك ما هي اللي ما ياكل سمك اسميها شوف عاد اهم شيء ها هذا في الموضوع هذا على ما تشوفونه هذا اهم شيء في الموضوع انه يظهر المشطب للسمك روحه هالنمونه انظهر روحه ما شيء لا لا صفي من بلوح السمكه ها اعرف ان ابوي لنضوي متمكن منه على ما تشوفونه البلح روحه يا غير التحرونه مراود صفد البلوح يا غير مراود صفد والبلح طعمه محوم يعني ضاول الريج يبري العليل اللي طايح على ينبه يبري البلح بلح الجشة الحينة هالموسم كلها شحم ريج بس خلص ابوي الغديات كلها كلنا ابوي قابض تليفونه ما يرمسون الا عن السمك وعن المكاين وعن الطرادات وعن اي سمي سلام عليك صد ياي ها بنته هذاك خالد كيف حالك؟ وين اخوانك؟ زين زحب عمرك المعرس يا نيمي المسجات يمي المسجات فقلنا لها بوحد ممكن اضطر صورها ممنوع اضطرش الصور يوم النظرة الشرعية من يجيكن البيت اروينا عماركن طيب اي سيدة اسميك بطالة الا شيء حد شلقة حد بلقة حد عرية وحد شو بقول لك انت اختار عادة انت عينك ميزانك ما يبقى كلام ولا شو عيبينك خالد شوف المصايد
تهيلك ايه وانتي وانتي يا ويلك صورتك انت بنات منو وانتي وانتي شو سعيد شو سعيد سعيد سالم ايوه وانتي وانتي انتي خوالك من سويحان ايه هيش قال بعد لا محمد سالم انت هي هي خواتم سويحان صح ايه اخوت ساري ساري الحلو هذاك اللي طوله شبرين ايش حلو ادري احنا ما بحلو اسمعيني سياره جاي تكن ايه بس تردفني وين ود العميد؟ العميد وين عنده وين يروم يجيب عيال هالكبيرة؟ العميد ابو الخرب حينه؟ ها يدهم العميد قول لي هيك هي عدل اي امك تبى تردفني؟ تردفني تركبني وياها؟ ها بتردفيني؟ يلا نزليهن هايل المساوج يلا ما يستوي؟ بتعقيني؟ لا 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 احلفي والله اي بلاك انت ما تسوق تسوق بتعرف تسوق ولا ما تعرف؟ زين يلا خلى تسوق ابو محمد تمزح والله لا لا اكثر مو 2 كيلو لا الحين هذا كله مسكر هذا شو اسمه مسكر الطياره يسموه الحين باقي من هالشيء سكرتوه انت المسكر هذا واحد انا اتوقع من الراس هذا لين هنا لين هذا ايوه شيء مسكر هنا وين ولا ريل الشيب هذا مسكر ايوه ورا بعد الكتش هذا بعد مسكر هي اللي ورا الكتش صفين بيوت لو 3 صفوف يا غير البيوت العامرة اللي هي مرة منها والبحر اللي منها والبحر هي اللي عاملة البيوت معدلة ومزينة حالة ما تشوفونها كل حد ببيته هذا ابن عم هذا أخو هذا والخالة هذا بينه وبين نسب هذا بينه رضاعة يعني والدنيا بضجة ليت وصل هناك هذا كله فريج واحد والفرجان اللي من غير هنا هذا وين ورا البرق هاي لكن كوب الحمر عين و...
والمحاربه كلها من الطرف هذاك، والحكومه يا الله يطول بعمر شيوخنا وحكامه ما بمقصره، الكهرباء الماء توصل ابوي لين مكانهم وكل بلاش برخ. اردي ما حد يدي اردي طالب لك ما شاء الله تبارك. محمد شيء خير عن هالمكان؟ اي والله راحت البال راحت البال. اي حليل توجي هذه هذا حبك يا ايت الهلال في السفري السفري الهلال والله توجي حليل على طول. ليش معيط طليلي الحين؟ تمزر بطنها من الكول وتنبر وين تاكل تخلي في الحوصله حوصلته تسير به جدا السيف حق الله يعز ما يكون سامعين ترجع وتاكل منه وياكلون من عيالها. انزين شو منو يندس هناك بينهن؟ الخصيفي الخصيفي ياكله على السيف يندس بين العيال وبين اللوه بين السرب هذاك الكامل يوم يحيدها عقت له بطنها في حوصله رجعته اللي ترجع سوف ياكلون عيالها ترى تخزن في الحوصله او الحويصله يوم فقير بترجع حق ياكلون عيالها بتاكل اللي هي وياهم ياهو كل على البارد المبرد. هاي يوم يقولون لك تجيبه اللوهه من قبه وياكل الخصيفي من على السيف. حد يقول خصيفي وحد يقول خصيفي. هل البحرين اظني يسمونه خصيفي وهل الدمام وهل الامارات يسمونه خصيفي. العلم عند الله عاد الباجي كل احد هذا بلهجته طريقه جريبة المغرب. هذا اشوفه بنشر ابو محمد ايش عندك؟ وين نحن نسكون الحين؟ فريج يسمونه فريج قوم الهادومة. فريج قوم الهادومة لو تهبر الماية ما تغادي السطوة هاي يسمونها يقول لك السطوة السطوة هذه اللي يسمونها السطوة هاي يسمونها السطوة. زين السطوة تغدي يمكن 500 متر أو 300 متر وتعقبها سيد الخورة شيء من اللي بقى المكان هاللي نحن فيه تقريبا 800 متر تغدي السطوة. الخورة هاي تشوفها وين هناك هاك الغبة هاي لين هناك تحصل الماي ها كلها بوي تغدي حسب شي يسمونها مسكر. هذا كله المسكر كيف يسوي الاسكار؟ يوم في وقت معين من في الشهر تغدي الماي تسك لين هني لين يسك العاف مرة عند الإدار عند البيوت فيون بوانيش ويفرسون حد عند بانوش حد ماشي وحد طراد من الصغار اللي هو ويمدون عاد غزول اللي هو عاد حد يركز جنا حد يتلون على الكرب والديل واللي هو يعني ويمدون هذا كامل ها يكون تكون الماي سجي ها لين الطرف هذاك لين البيت هذا كل المكان اللي انا فيه يختفن طراريد كبار يعني فيازم السمك اللي من تثبر الماي تحصر نشب السمك كامل في الغزل هاي اللي تشوفونه هني انتقط هذا يسمونه المسكر تو طراح اسمه هلال الغزل المسكر يا غير انا ما يحضرني نسيته اقول لكم هاي دقيقتين انسى دقيقتين ماشي غمض برج انسى الاسم. قولوا النعمه النسيان بعد اللهم لك الحمد خيار النسيان.
أجواء فيروس حد في جبدي ودخل العرب راي شو عاد الكشة طايرة شو الكشة طايرة الكشة طايرة بسم الله الرحمن الرحيم غير حد منقع فيها بشلك اي والله حد ابوي منقع بشلك مثلها بيوت اللي تشوفونها بيوت عادية شاليهات عبارة بيوت يعني بيوت عليها المعتمد بيوت مطابخهن وعلمهن وخبرهن وميالس وبيوت وقسم للضيوف وقسم للعوائل واللي عنده ثلاث حريم بالحرمة بنيانها روحها يعني شو بقولكم بعد ما بوادي اللي ماخذين ثلاث بيوت لو أربعة الباجي البيوت على هنتين باجي البيوت على حرمة وحرمتين حرمة وحرمتين لكن الأغلبية حرمة ومنهم عاده مرزوق وعيال عمها وكلهم ابوها حرمة حرمة كلهم ولا واحد ما اخذ حرمتي ولا واحد فريج هذاك ما واحد ما اخذ حرمتي الكل منهم والجميع يا غير الطرف هاي اظني شيء كذا بيت اشوف بنيانهم مسوي فلتين متشابهات معناته ابوي هذا عنده حرمتي واللي تشوفون مسوي فل عوده وعدالها فل شويه عدنا عرف ان الفل العوده هذه لم للم واللبو ايه هذا اللي يميز هالبر هذا ان اللي مسوي فل عوده مثل وين احنا الحين الفل العوده حق محمد بن سيف وحق هديه بنت مرزوق امكم انتم يا هلال ومرزوق بيت العود الرسمي البيوت اللي من غير كلهن كبار يا غير ادنى مبنس الفل اللي ايه على كل حال مهما تكون الحرمه بنت منوه اللي ماخذينها العيال مستحيل يغدي بنيان اللي ما بنايلها اكبر عن بنيان اللم واللبو مستحيل لازم كل شيء شيك وارقى وانظف واسوى واجمل حق اللم واللبو واللي من غير الهم عاده الحتحات بالنسبة لهم يشوفونه الحتحات يا غير بالنسبة لنا نشوفه ما شاء الله شيء كبير يعني شيء عظيم ما بأنه داقيبها مسوينها بيع اللص مخلص للحرمة لا هاي لها كرامتها وهاي لها كرامتها اللم لازم اللم قدرها الوالدين شجي واللي بتشوف ممكن عمرها الريل بداها على والديه يعرفون ان هذا ابوي ريل ما في فايدة ان باع الشيء الثمين بالشيء اللي أدنى ما حد أثمن عن الوالدين ما حد في الدنيا العود أثمن عن الوالدين هنا بادي ترش الماية عاد ها على ما تشوفون بادي ترش الماية بتسجي بس كلين بانوش هذاك أجي أتمشى أنا مبياسة سابت الصلاة أنا صلي بوي المغرب والعشاء ضربة تأخير جمع ما شيء قصر طلع يقول اللي بعد قصر يوم حد وراك يربع يعني يوم عندك شيء شغل ولا شيء يارس يومين ثلاثة قصر ما يستوي ثرة جمع يستوي يا غير قصر ما يستوي شو أقول لكم ما تسقي الماي ها شو ها سبحانك يا رب وهي تسير شو سبحانك يا رب معظم شانك شو قدرة قادرة يدفق داخل ضاحي داخل مزرعته يوم اللي شوف لان حيث انه كريم ويودي وريال كلمت عن 10 ريال طاحي على الله يحفظه ابن عبد الجليل ما شاء الله تبارك الرحمن هي مشابه ابوه اللي ما شابه هل مسروق حياه عبد الجليل الكرم واليود والطيب والاخلاق والدين وخوفه من الله وطاح ابن عبد الجليل ابدا ظاهر على ابوه يعله الجنه فلذلك البيت غادي منصة خيار العرب من أكبرها واسمنها لين سربجي كلهم عندي على الله يطول بعمره صاحب العبد الجليل رب العالمين سبحانك يا رب مسخر حتى الوادي يوم يدفق دفق في نص بيته البيت الفل على يمب والمزرعة ما أدري كم كيلو في نص كم كيلو هناك في المغرب وين أنا جيت تحيدون العام صورت يوم أظهر لكم صلاح أنا وصلاح سرنا المغرب تبيتنا عندي يومين ثلاثة بثنا في الفندق نحن
في فندق نسيت والله شو اسمه، مالك كان بعيد ما بعيد عنها، غير غدانا وعشانا كل يوم عنده، كل يوم عن طه. والله انبسطنا عنده كم من يوم يعني الله يحافظه، وحين لين اليوم لين باكر المسج ما ينقطع صبح ومساء على كل طالع شمس يعني الله يحافظه، يطرح البركه ان شاء الله فيه وفي ذريته وعبد الجليل. بعد نفس الشيء مثل تحيدون يوم الظهر عقب الغداء يتنزل السنابات عداب يتقوم مرزوق، حل البيوت كلها فيها رسال يا غير الرسالة ضعيف، وبيت قوم مرزوق حاطين اريل ما ادري وين يابينه، يقول محمد بن عبد الله ظني شاري اريل من سمونه من السوق الصيني يسوي تقويل للارسال، وغرب الله بيت قوم مرزوق ما شاء الله تبارك الرحمن فل رسال عندهم، وعند البيوت كلها الارسال والله هنه، وحيث محاطين الاريل هذا مال الصيني والله مسوي تقويه وايد قويه. اقولكم بعد والله يتنزل كل السنابات مال العصر وسيرتي على البحر ومشيت جده السطوه من اكل بقى هذه كلها، ويت رمست شوي ويا غير تم متعلج جيت عاد نزلت الحين وبرد حق الجماعه، وبرنامج برنامجنا اللي هو لا شيء يصير ولا شيء يجي، هو شم هوياتي شم الهواء حين ما يندرى بالشو هذا، يا غير هو قوي يعني ما بمال بحر مال انك تصير والصيد وتتنومس، اللي يصيرون حين الغبيب يصيدون هذا يعني يصيرون لجل يكدون مكدة البحر، نحن وجماعتنا اللي انا وياهم سيرتنا وياتنا ما بمكدة، سيرتنا وياتنا مال 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 تسلية مال يعني تقصير دوب نودم ايراننا وبيوت ايران ايران الحارة يعني لودام، غير مش انك نحن سايرين مخصوص حق السمك، لا نحن يا الله يحفظكم حق تقصير دوب ونتغدى ونتعشى ونطعم بيوتيانا نودمهم، غير هالموضوع ما شيء. ليش انا رمست هالفكر؟ شيء كنت ناوي اقول ونسيت، شيء ناوي اقولكم وخبركم انا ونسيت، ان شاء الله اني بتذكر بخبركم الحين. اذا وصلت لين طرف البيت ورديت مكان الارسال على اساس اخبركم شو اللي اريده، اقولكم كم من يوم انا ما نزلت الفيديو مال المالد اللي في حياة درويش مكرم، وفيه هل بالمالد مال دبي، وفي حياة زايد يعني الجنة الشيخ زايد، وفي وادي من اللي توفوا جديم وايد متظني دقيقة أو دقيقة ونص، فنزلت ستوري وشافته العرب كلها. الحين أنا اختفى من عندي هذا الفيديو، فتيملوا اللي يحيد عمره عند موجود الفيديو هذا منزل إنه يرد يطرش لي اياه لو سمحتوا، بحط لكم رقم الواتساب مالي المصري هذا المتعارف عليه الانترناشنال، هذا موجود يطرشوا لي اياه على الواتساب الله يخليكم، وايد ضروري هذا الكلام رجاء خاص للمتابعين كلهم جزاكم الله خير. كنا نزلت لكم الحين الواتساب، واللي يحيد عمره عنده المالد اللي انا اطريه، ما بأي مالد، لا المالد اللي أنا أطري اللي أنا منزل لنا من كم من يوم قبل أسبوعين أو ثلاثة ولا نسيت اختفى من عندي، وناس من يعزون علي طالبيني المقطع هذا مال الفيديو مال المالد، تيملوا دخيل والديكم وقلت لهم أن عندي المشكلة أني دقيت صدري وقلت أنه موجود، يوم جلبت التليفون هذا الثاني مالي ما لقطته، جلبت فوق تحت حاولت أني أدل وين حاطنه في وين مخزننه ما لقى، يلا دخيلكم لا تنسوا. نزلت الحين كذا واحد يسألني يقول لي خالد لقط مدهن هاي بتاع في البحرين، حد يقول في الكويت، حد يقول في السعودية، في كل مكان هذا دهن الخالدي. دهن الخالدي الله يحفظكم اسمه دهن الخالدي ما يخصني أنا فيه، أنا نحن دوابتي دوابة البضبي، أنا ما يخصني في دهن الخالدي. دهن الخالدي الله يحفظكم هذا شيء طبيعي يعني الله أعلم بجودته زين ولا مبزين ما أدري، بس يا غير متعارف عليه مستوى الدنيا معروف اسم بني خالد في الحلال، الحلال لأنهم قبل النفط وقبل في من مليون سنة بني خالد هم اللي عندهم الحلال اللي عندهم سروح هذا الله يحفظهم تاريخيا يعني معروف، مش كلامي أنا يعني من أي حد يدخل في الجوجل وهذا يسأل يعني عن يعني ما بالأجل إنها طائفتية، كيف أفهمكم الناس العرب اللي تعرف التاريخ بيفهمون بني خالد معروف عنهم إنهم هل بالحلال
يعني من ايام الدنيا في الاردن وفي عرعر وفي السعوديه وفي العراق وفي سوريا وفي حماه. بني خالد طائفه منتشر في جميع ارجاء العالم يعني ما بالله في الامارات. في الامارات اقل نسبه في الكون موجوده بني خالد هم نحن يعني. ولا ما حتى بني خالد وايدين في الامارات معدودين على صبع. يا غير في الشرق الاوسط اكثر شيء في الاردن وفي حماه وفي العراق وفي في العراق عراق نحن العراق انزين وسوريا وفي عمان وفي الامارات شيء لك نسبه بسيطه انزين. فلذلك يوم بيردون عن الحلال اللي عنده حلال اللي هل فلذلك الشركات تمت تسمي اي منتج عندها يسمونه الخالدي، اي شيء يخصه في الحلال من لحوم ومن شحوم ومن خرفان والله ومن حلال اللي هو يعني قالوا والله هذا من الحلال بني خالد. حلال بني خالد ما تعرف عليه يعني هم عندهم مكان هم رعيهم والزبد مالهم ودهنتهم ولبنهم ويقطهم يعني مميز. هم اليوم يعني من هكثر ألف سنة يعني. فلذلك البراند هذا اللي توني نزلته هذا أنا ما يخصني فيه كذا سؤالي إنه يعني دقطنا الخالدي موجود في السوبر ماركت. أبوي ما يخصني في هذا أنا حن أبوي ذوابتي اللي أنزل عنوانها روحي اللي أخدمها في بيتي وروحي أعبيها وروحي أسوي لها تسويق من 35 سنة. روحي مالي روحي أنا الزبدة أشتري من المزارع هب من أنا عندي دبش. الدبش أبوي فكيت عمري منهن لأن أبوي أخرى ما يسوى شراء وايد مكلفة أبوي تربية الأدباش والدبش يبالهم طبيعة ويبالهم مكان يسرحن ويصبحن ويمسن فيه يرتعن ويرعن بمكان خضرة ويبالهن المراد يبالهم بوي كيس بغرام. الدبش يبالهن كيس بغرام يا يعني انك تحطهن وتشبعهن ولا تجلس تقايس عليهن ما شي فايدة بتكثر فيهن الأمراض. الحمتن بتغدي من هجة لبنهن مصن دهنتن ما تتشاهد يا يعني انك تطعمهن طعاما مثل ما تطعم عيالك ولا ابوي يدورك عادها دار غير هادي. يلا بس عاد عليكم بنزل هذا وبسير جماعة كلمة ريون احنا اليوم عاد حينها الله يحفظكم كلها بيت قوم ما بيت هلالها بيت قوم ابو هلال وحين كلها متيامين عندي انا ودرين مكانهم كله متيامين على ما تشوفهم. هاي اليوم اكلها حد مناصير حد قبيسات حد مريخات هذا نسيب المناصير بعدها الحين بخبر الحين صبر حرفت من ها شوي شوي عد احب اعرف منو ها انت حط طويل ولو لو طويل ايش بس قول والله احب انا اطريك. وهذا يا الله يحفظه ابو عبد الله مرزوق بن محمد بن سيف القبيسي مرزوق مساك الله بالخير الله يجيك الحفظ كم ساعة في يوم يونا الجماعة حين هالشباب هالرجال يا ويلس تواجهنا وياه اتخبر اقول له مساء في الوقت صلاة الظهر الجمعة هبت العدالي قال لا اخوي قلت يا رجال انت تميت اتخبر انت قال لي اخوي اخوي قلت له غير بدل قال لي لا اخوي احن بربيكم اخوي تعال يا تعال 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 حين انت تعال انا اللي مصلي عدالك يا هذا ابوي اللي مصلي عدالي ها يا رب سبحانك يا رب لا لا تلوموني كيف انزين حين انت شو اسمك وانت شو اسمك انا ناصر ما شاء انت مناصير هو عامل ما شاء والله والنعم 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 ساكنين بين الجسرين ايه ما شاء الله عليكم يلا الله يحفظكم ويبارك فيكم اطرح البركه ان شاء الله في هاليتكم في بدنكم زين هالرجال منو ها خليل بن جاسم المريخي وهذا محمد شو اسمه ها سيف سيف بن عبد الله والشيب بن احمد وراشد بن سالم ومرزوق وسالم بن حضيبه وهذاك منو هذا ايش حمد حمد البادي شبيع اللي قلنا البارح الحمد لله انا ما شابه عمه فك الله سعيد من لا والله اسم الله عليك والله يا ابوك انت لو تشابه عمك ما حد شاهد لا 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 يا رجال زين وهذا رجال احمد جاسم مريخي بعد المريخات كلهم فنانين ما شاء الله تبارك الرحمن
زين العداله الشلال شلاب دل هو امن والله والنعم 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 هالبحر وهالبرد هالبحر وهالبرد اشكر فنك ما شاء الله ما شاء الله هوامل حابين الريح ابوي ابوكم استوت الدنيا وانتم ما شاء الله ما حد ما تطيحون مص كله واد فيه طويل طويل ان شاء الله ايه وين متخرجين؟ من امريكا من امريكا وين مع الجماعه شيء اي ولايه؟ انديانا ايوه كم كملتوا؟ ثلاث سنين ثلاث سنين ما شاء الله ما شاء الله ثلاث سنين في حبها سيري يا انا العون بعد حافظين يا رك الله يا رك الله حافظنا الرمزه كلها ما خلي شيء ما حفظها من ورا يا الله يحفظكم مرحبا 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 الله يحفظكم بس حطت لربط على عيونك ها تشوف عندي نبيونكس واخذها وخاته يا الواحد كمان لمنو هذا اللي واقف يا الله في مال الله الله يحفظكم يا رب الله يا محمد يا لكم الله يا الله يحفظكم ييسر اموركم ها علي ابرك كم من ساعه ما يهمك ما يهمك توكل على الله يلا غايته ايه بالطب بس حي حي سيدي البنغالي هنا قال له الله يحفظكم سلم 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 على فريجكم يبلغ ابو احمد ما زين لم قصرك يا ابوك شكلك مقصر فنان يا رب تعليم تعليم والله فنان كان توصل مخبأ في مخبأ انا قلت له ما يحطوا لي مخبأ انا ما بغيت هو بالاساس لازم في مخبأ غير انا ما بغيت مخبأ شو ما زين ما شيء خاف على ابوك خفيف 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 والله الحين اكلنا حسان ابوي تعشى والعشاء على الله يحفظكم كالعاده من كل شيء لكن الشيء المميز هو السمك يلا بنرمس خلاف يا انها وقت الغداء العشاء لقطنا شيء يرجع حق التصوير صورنا وما ما بنيت الحيله يلا والله هذا بيعاد عشاهم على ما تحيدونها انت الله مش شيء كريديسات وبديحات وصافي وهذا من صافي مقلى عبد منقير ومريكة الدياي هذا بوسه هذا عاد الراس حبوبي من زمان ما اكلت راس مقلى يا حسين يا ها يوم يطرون بسكوت بسكوت ها 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 شوفوا ها البسكوت يلي حافظ يا حفيظ يلا من المسخرة وينك من حضيب السالف تعال ياي ما تسروي انا البحر لها بساير ليش من حضيبة اقول لك يلي سير سويونة اي والبحر بارد بارد ثلج ريج وهاي عدد دخلتنا الحين نحن الماي بادي يتفج تراها وحده هنتين وحده هنتين بين بعد من الساعة ساعة مرة تغني تحاصيل لين قرب الطراد الصبح أحب أحب يفلسوفنا أبوي في الماشوة لين نوصل الفايز غبة دارت بيننا وبين الفايز الحين وانا المسوي أخم خلاف هذا والرزي والنصيب عند الله البارح واليوم طول النهار طول الليل البارحة ما شيء هو غير الحين بيصير بقعة حنيدة أبو محمد فيها داري غير ضاري نحصل ودين منها الحمد لله مساء حصلنا ودام حق غدا وحق عشاء حقنا حق بيتين ثلاث الحمد لله غير هب هذا هو الصيد اللي نحن ضارين عليه غير الحمد لله نصيب لازم ما ياخذ الا نصيبه يلا نرمس خلاص بحريه يا سيدي بس وانا تو رقت علي ماي غرقت الحمد لله الحمد لله اني حاط شنو لازم مره حاط تسوي في الشنطة هاي والشنطة هاي واتربة يا ساكن مصر مثل كلوف ما تقول انت تدل بقع الا غيرك يدلها اي نعم والله يا ابو محمد ابو محمد علوم مرحبا مرحبا بالفايز حيشوفك يا الفايز حيشوفك يا الفايز هاي من الصبح ابوي نوصل مع الشاي طرات البانس وحين ابوي لا لازم ما شوه ولا ما تروق غبه بينك وبينك ايه ما لا ما لا ما شوف ما لا مع السلامه يا الغالي سامحينا ايه على شدات الله ايه هاي يوم قلت قضيت حاجه ولالي في الهواء راد ها ما لا اقوها ابوي عقت الحابوت الاشتاء وحين ان شاء الله متوكلين على الله مانا وعصيرنا وثلجنا عدنا والرزق عند الله سبحانه وتعالى ايه
بسم الله الرحمن الرحيم. اوبي يلا لا بليتنا هم القراصنة. هذا ابو دريا ابو دريا ابو دريا هذا ابو دريا. بسم الله يا رب البيت والحرم. يلا تقابلنا الشر. هب 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 زين. وبعد وللمرة الأخيرة بعد الرحلة باءت بالفشل. ما شي ابوي سمعت البحر ابوي مدلخ مدلخ البحر. عاد الحين المنظر الفريد ونحن بينه وبينه تقريبا 500 متر نص كيلو. فريج كامل بلاد يعني بلاد 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 كاملة. كل حوي من هالحويات شل خمس عوائل ثمان عوائل عشر عوائل بكل نفر روحه ينقز. لا عائلة بعائلة. أقول لكم البحر أبويا مدلخ اسمك ما تصير ترعى وقت الدلخ. البحر مدلخ كيف يعني ما شيء قدام. حصل يوم نط يوم أطري اللي قدام اللي يعني اللي أربع خمسة كيس ستة كيس هذا نسميها قدام. يا غير السمك اللي ودم بيت وبيتين هذا ما يتسمى هالنمونة ما يتسمى قدام. يا غير الحمد لله يعني ريحته ولا جميحته على ما قالوا على راس الخيل. يلا بنرمي سخلاف على الله يحفظك. وتي تي 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 مثل ما سرتي أتيتي أو ييتي. أتيتي باللغة العربية الفصحى وييتي باللغة العامية اللهجة العامية. قلنا لكم أبوي البحر مدلخ البحر مدلخ. جايت لنا أبوي دعوة من عند الدقس عرف الله تقبل الدقس. دعوت مرة باخصة الصميم عرفك الله يبطغمه بهيجة الحديقة.